مثل ما بنعرف احنا سامسونج اعلنت عن تعاون قديم بين فورتنايت وبين جالكسي او سامسونج يعني بشكل عام، كان عبارة عن انك انت تاخذ جالكسي نوت 9، يعني تشتري جالكسي نوت 9 لحتى تقدر تحصل سكين جالكسي تبع خوزي هو والباك بلينك تبعه. بس هلا صار في تعاون جديد بالنسبة لبطولة جديدة فورتنايت على اجهزة الجالكسي سامسونج. هلا رح اقول لك انا على جميع اجهزة السامسونج اللي بتدعم هذا الشيء وعن وقت البطولة، وبدنا نحكي عن موضوع ثاني اللي هو الخاص بالفي بوكس او ميزة الفي بوكس اللي نزلت معنا بتحديث 13.20، يلي انك انت بتقدر تشتري 200 في بوكس او 100 في بوكس حتى تكمل السعر الخاص فيك. لو انت حابب تاخذ سكين وما بدك تشتري 1000 في بوكس تقدر تشتري 100 في بوكس فقط لا غير. بدنا نحكي عن سكين كمان اللي هو باسم بلاك مانتا اللي هو خاص بفيلم اكوامان الجديد يلي نزل معنا بالفيلم الاخير تبع اكوامان، بدنا نحكي عليه قديش سعره وانت متوقع يجي. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. خلينا اول شيء نفوت بموضوع جالكسي. مثل مظهر امامك هذا هو التسريب الخاص بسكين جالكسي، رح يكون شكل سكين الجالكسي بهذا الشكل مثل مظهر امامك، هو حلو جدا شبيه جدا بسكين خوزي اللي كان ايام الجالكسي نوت 9. بس هلا خلينا نحكي بالنسبه لموضوع البطوله. البطوله ان شاء الله مثل ما بنعرف الخاصه بجالكسي او باجهزه السامسونج يعني قادمة ان شاء الله يوم 25 ويوم 26 يوليو، يعني 25 او 26 7 بهذا الشهر من تصوير هذا الفيديو. متوقع يجي معه هدايا بالنسبه لجالكسي كاب الجديد اللي ظاهره معنا. مثل ما شايف امامك بالصوره هذا هو الجالكسي اللي حيكون معنا، رح يكون معنا سكن جديد وممكن يكون معنا سبراي جديد وممكن يكون معنا لون جديد للاسلحه والطيارات والمراكب. فبالنسبه للاجهزه اللي بتدعم السامسونج او بتدعم هاي البطوله مثل مظهر امامك، هدول الاجهزه اللي بتدعم جميع لعبه فورتنايت، هدول الاجهزه كلها اللي ظاهره امامك، فانت جهازك واحد من الاثنين. الاجهزه متنوعه جدا اللي بتدعم لعبه فورتنايت. بالنسبه هاي البطوله يا شباب كيف بدك تشارك فيها؟ هاي البطوله يا شباب بدك تشارك فيها انه مثل مظهر امامك البطولات اللي بتلاقيها بالكومبيت او بتلاقيها بالايفنت يعني او بالاحداث، مثل ما بنعرف بيكون إلى اسمين مثلا ايفنت او بيكون إلى بطولة او إلى كذا اسم يعني. كل عليك انك انت بتفوت على هاي القائمة مثل مظهر امامك ومتوقع انك انت تلاقي تقريبا كاب او جالكسي كاب جديدة متواجدة بين هدول الصور لاجهزة السامسونج، يعني ما بتقدر تدش عليها او تفوت عليها من سوني او البي سي، لازم تكون فايت عليها من جهاز سامسونج حصرا من هدول اللي ظهروا امامك بالصورة يلي بيدعموا لعبة فورتنايت. والسكن رح يكون مجاني وشروط البطولة لازم تطلع 5% من اللاعبين، يعني مثلا لو شارك 1000 واحد لازم تطلع انت الخمسين الاوائل بين هاي البطولة، لازم تجيب نقاط. بس هو طبعا ما رح يشارك 1000، رح يشارك مئات الالوف مثل ما متعودين بكل البطولات الخاصة بفورتنايت. يعني لو شارك مثلا 100000 200000 لازم تفضل 5% منهم، الافضل 5% منهم لحتى تقدر تحصل سكين جالكسي اللي ظاهر امامك تبع البنت وتحصل اللون وتحصل السبراي. هذا هو بالنسبة لسكين جالكسي. سكين جالكسي جدا رائع مثل ما موضح امامك التسريب تبعه، رح يكون شكله حلو الصراحة. كان سكين جالكسي تبع خوزي كان من افضل 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 السكنات، حلوين جدا شكله، فان شاء الله هيك رح يكون شكل سكن البنت. هاي البطولة بكل اختصار لانه لحد الان ما في معلومات كافية جدا لهذا الموضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه بالنسبة لسكين جالكسي. اما بالنسبة لتعاون سامسونج مع الشركات، في تعاون جديد رح يكون بين سامسونج وبين اربع هدول اشياء او اربع منصات، فورتنايت، بوكيمون جو، فورزا، نتفليكس. هدول هن التعاون اللي حيكون بالنسبة للسكين هذا والسكين بالنسبة للبطولة يوم 25-26 ان شاء الله رح تكون بطولة. واول ما تتوفر افضل معلومات عندي واحسن معلومات اللي انا لازم احكيها والشغلات المهمة اللي انت لازم تعرفها، انا رح نزل فيديو تاني احكي فيه عن هذا الموضوع، عن توقيت البطولة وكيف تشارك فيها بالضبط. بس المتوقع انك انت تلاقيها بالايفنت او تلاقيها بالبطولات الخاصة فورتنايت من داخل لعبة فورتنايت، لازم تكون مسجل دخول من جهاز سامسونج. وخلينا نحكي بالنسبة لميزة الفي بوكس الجديدة، حاليا توفر معنا بالستور الفرنسي الجديد شيء جديد اللي هو باسم 100 في بوكس او 50 في بوكس او 200 في بوكس، انت بتقدر تشتريهم براحتك. حاليا في بعض الصور تداولت على الستور الفرنسي الخاصه بالبلاي ستيشن، في بعض الناس عم تشتري 200 في بوكس وفي بعض الناس عم تشتري 100 في بوكس. مثل ما موضح امامك بالصوره هدول الصور كلها من الستور الفرنسي تبع البلاي ستيشن، بتقدر صرت تشتري 200 في بوكس ب 2 يورو، الشغله حلوه جدا، يعني كل 100 في بوكس بيورو واحد تقريبا. فهي الميزه جدا حلوه لو انت كان معك 1300 في بوكس وبنفسك تشتري سكن ب 1500 في بوكس، بتقدر تفوت على الستور الخاص بالبلاي ستيشن تبعك وتروح تشتري 200 في بوكس ب 2 يورو او 2 دولار يعني، وتشتري السكن اللي انت بنفسك فيه بدون ما تشتري 1000 في بوكس كامله يلي هي ب 10 دولار. هاي الميزه جدا حلوه، حاليا توفرت معنا بالستور الفرنسي الخاص بالبلاي ستيشن 4، ومتوقع انه هي تنزل تدريجيا لكل الستور او كل المتاجر الخاصه بالوطن العربي وباوروبا وبامريكا وبكل الدول يعني. فان شاء الله هاي الميزه حلوه، وانا حكيت عنها بالتحديث 12.20 انه هي تواجدت معنا بملفات اللعبه هاي الميزه،
وحاليا توفرت باكثر من ستور الفرنسي مثل مظهر امامك بالصور. الناس بلشت تشتري 200 في بوكس فقط لا غير ب 2 يورو ولحتى تقدر تكمل ثمن السكين، فهي الميزه جدا حلوه معنا قادمه لفورتنايت. وهلا خليني احكي لكم عن السكين بلاك مانتا الخاص بفيلم اكوامان. مثل ما بنعرف بفيلم اكوامان ظهر معنا شخصيه شريره اللي مثل ما بيقولوا عليها باسم بلاك مانتا اللي ظهر امامك بالصوره. هالشخصيه يا شباب قادمه معنا لعبه فورتنايت بتقريبا تاريخ 15 او 16 7 بهذا الشهر، متوقع سعره يكون 1500 في بوكس، لانه حاليا معنا بملفات اللعبه لحد هاي اللحظه من تحديث 13.20 كان معنا صوره مشفره مثل مظاهر امامك بالصوره. هاي هي الصوره المشفره، يعني تقدر تقول شبيه جدا بسكن بلاك مانتا، يعني مو شبيه جدا، مطابق طبق الاصل له، بس يعني في حركه يعني اللي احنا شبهناه عليه وعرفنا انه هذا السكن قادم معنا يلي هو الراس. تقريبا الراس مثل ما واضح امامك شكله مثل اليقطيني او مثل البطيخه، هذا الهيد شوت 100%، يعني مجرد ما انك انت تطلع راسك رح تاكل هيد شوت 350 بالهافي سنايبر، شيء حلو جدا معنا. فهذا السكن ان شاء الله قادم معنا يوم 15 او يوم 16/7 باسم بلاك مانتا. بالنسبه لهذا السكن، السكن اللي حيكون من سلسله الفيلم تبع اكوامان، ومتوقع كمان يظهر معنا سكن ثاني اللي هو سكن البنت تبع اكوامان. هاي هي شكل السكن او شكل البنت اللي ظهر معنا بسكن اكوامان. هيك هلا بالنسبه لنا لاخر الاخبار حاليا، وبالنسبه لبطوله الجالكسي وتسريب شكل سكن جالكسي لحد الان ما في اي شيء جديد. هذا هو كل الاخبار اللي معنا اليوم. وبالنسبه للسيارات اللي عم يقولوا قادمه معنا يوم 21/7 او بعد هيك، لحد الان هذا الشيء تسريب يا شباب، وما حدا متوقع يعرف هذا الشيء لانه نسبه المي لحد الان ما خفت، ونحن هلا حاليا بالمرحله الخامسه من انحسار المياه، فلحد الان غير متوقع 100% انه تجي معنا السيارات يوم 21 او بعد من هيك. يعني نحن بنستنى وبنشوف انت بدها تنزل السيارات، ونحن لما تنزل السيارات طبعا نحن ننبسط بنلعب شوي بعدين نزهق من اللعبه مثل كل مره. حاليا اللعبه يعني حاليا هيك شوي غليظه اللعبه، ما فيها اي شيء، الببليك صاير سئيل لانه فيها تشارج شوت جان والتكتيكال ضعفوا وكبروا الايم تبعه، فاللعبه صايره شوي سئيله وشوي ممله. فان شاء الله هلا مع اضافه السيارات رح نتسلى شوي، وغير متوقع امتى تجي، يعني لحد الان ما حدا بيعرف امتى تجي يا شباب، مشان ما حدا يحكي عليكم بالاخبار او يحكي عليكم بالسوشيال ميديا انه قادمه يوم كذا السيارات وكيف تجرب السيارات وكيف هيك. لحد الان ما في اي كلام عن هذا الشيء، بالنسبه لتجربه السيارات ما في اي تجربه حاليا، وبالنسبة لقدوم السيارات مو معروف انت قادم معنا السيارات حاليا كمان، فان شاء الله هيك تجي السيارات ونستمتع اكثر. هذا هو بالنسبة للفيديو تبعنا اليوم لسكن بلاك مانتا وسكن جالكسي والفي بوكس اللي هو ميزة الفي بوكس الجديدة. الصراحة انا اللي عجبني بهذا الموضوع بهذا الفيديو كلياته ميزة الفي بوكس، لانه حلوة جدا انك انت تشتري 100 في بوكس او 200 في بوكس تكمل السعر اللي انت بتحبه، حتى تقدر تشتري سكن اللي انت بنفسك فيه، ما تشتري ب 10 دولار، تشتري 2 دولار 2 يورو 2 هيك، يعني هيك يعني الصراحة، فالصراحة جدا حلوة هالميزة. هذا هو الفيديو تبعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك واستفدت منه، ولو حابب تفوت تتابعني على الفيسبوك على الستريم يوميا او على البث المباشر، عم بعمل بث مباشر يوميا على الفيسبوك. لو حابب تنورني ان شاء الله يوم الخميس رح يكون في فعالية على حزمة الخمسة دولار على ماب باركور صعبة جدا رفع الضغط للمتابعين، بتلاقوا طلع لك على اليمين او على الشمال الفيديو الخاص بهي البطولة او بهي الفعالية عفوا. فلو حابب تفوت تلعب معي بهي الفعالية على البث المباشر يوم الخميس ان شاء الله على الساعة 6 المغرب او 7 المغرب، يعني بعد اذان المغرب مباشرة، فبتنورني، اهلا وسهلا فيك بالستريم بالبث المباشر. بتشكر كل شخص دعمني، حاليا احنا 9700 اخو صديق عندي بالقناة، حلمنا ال 10000 باقي 300 اخو صديق لنوصل ل 10000. بتشكركم كلياتكم على الدعم الخرافي، وبدي اقتراحاتكم تحت بالتعليقات، لو في اي شيء انتم حابين نزلوا انا او اعمل عنه فيديوهات انا جاهز، كل شيء بالنسبة للجيمز جيم بلاي مثلا شروحات اي شيء بدكم اياه ان شاء الله انا جاهز لكل شيء، وكل شيء ان شاء الله رح يكون حلو ممتع بهذا الجيم. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، لا تنسى كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. يلا يلا حطه. واحد عندي كيل. عندي كيل، عندي كيل، عندي كيل. ناس عند المي، ديروا بالكم في ناس عند المي تحت في نص السياره. واحد انا رايح لعند محمود. بدل الثلاثه
عندي عندي اذا انت بتتكلم علي. في واحد عند المي سولو تقريبا. فين فين بسبام عليك؟ في واحد تحتنا محمود. تحتنا؟ تحتنا ايه؟ تحتنا انا فوق. انا بيج لا ما معي والله ما معي غير مني. في واحد عند المي يلي عم سبام عليه دميل. في واحد تحتنا محمود. تحت انا تحتي. انا عند المي مات اللي عند المي يا شباب. لا لا اطور بعد عنا 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 هذا يقلب لي الدرع. لا 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 فوق فوق يا عندي يا محمد. وان شوت وان شوت وان شوت وان شوت وان شوت. انا عم بس بس في واحد كان جاي جاب جاب جبته طلقه جبته طلقه. قفل عليه سيان دمه واحد. اوبا عليا اوبا عليا والله العظيم جي جي حلو.